معنا كيرلي من واندا معكم. أنا موجودة هون بالورشة العمل ورشة عمل ريادة العمل MIT. أنا موجودة هون مع أحمد ويمنى من كارم سولار. كيفكم؟ الحمد لله. إيه أخبارك؟ ممتاز. احكوا لي عن فكرتكم. احنا الحاجة الأساسية اللي شغالين عليها ليها علاقة بتطبيقات الطاقة الشمسية. الهدف الأساسي من الشركة ان احنا نخلي الطاقة الشمسية بديل فعال وبديل أرخص وعملي لوسائل الطاقة اللي موجودة دلوقتي، ان احنا نخلق حلول لاستخدامات الطاقة المختلفة تكون معتمدة على الطاقة الشمسية وجذابة أكتر وسهلة في الاستخدام أكتر من استخدام الديزل أو الغاز الطبيعي وما إلى ذلك. واحكوا لي عن الـ water pumping solution. احنا عملنا الحاجة، اول حاجة بدأنا بيها هو نظام لضخ مية الأبار باستخدام الطاقة الشمسية بديلا لاستخدام الديزل. معظم التوسع الزراعي اللي موجود في المنطقة دلوقتي في مصر والسودان وليبيا ولبنان والأردن بيحصل في أماكن صحراوية بالاعتماد على مية الأبار وبعيد عن شبكات الكهرباء. فاحنا لقينا زي انه المزارع هناك عندها مشكله في توصيل الديزل، عندها مشكله في سعر الديزل، عندها مشكله في اداره الديزل في المواقع نفسها غير التلوث اللي بيحصل منه. فالسيستم اللي احنا اشتغلنا عليه بيوفر كل المشاكل دي، وهو يعتبر اقتصادي اكتر من الديزل، ودي الاول مره بتحصل في المنطقه انه يبقى في حاجه معتمده على الطاقه الشمسيه ارخص من الديزل. فدلوقتي احنا شغالين على التطبيق بتاع المشروع ده. وكمان يعني الـ food security. وطبعاً تالي يومنا تتكلم على الفكرة بتاعت الأمن الغذائي. طبعاً الحال تبعنا بيساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، ونقدر ننتج بيساعد إنتاج الأراضي الزراعية في المناطق المو متصلة بشبكة الكهرباء، فنقدر نزرع في الصحراء وين في مي، كل اللي محتاجينه هو شمس ونضخ المي من خلال الشمس. فهيك منساعد الدول انهم يقدروا يوصلوا غذاء للشعب اللي قاعد عم بيزيد وبس. وزياده وسعر الديزل بيزيد كل سنه، لكن سعر الطاقه الشمسيه مش بيزيد، فده بيزيد في الامن الغذائي. انه الحل بتاعنا هيساعد المزارع انها ما تزودش اسعار المنتجات الزراعيه بتاعتها اللي بتباعها في السوق، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للدول بتاعتنا اللي فيها العائلات بتصرف جزء كبير من دخلها على الاكل، فبالتالي هيقلل من زياده اسعار الاكل. طيب ممتاز، هذه فكره ممتازه. شو خطه التسويق؟ احنا حاليا بنتكلم مع مزارع كتير علشان نبتدي نعرفهم على استخدام الطاقه الشمسيه، لان استخدام الطاقه الشمسيه مختلف عن استخدام الديزل. هو لا حتى لو كان اقتصادي اكتر من الديزل، لكن بيبقى المزارعين فاكرين ان هو اصعب في التنفيذ او في الاستخدام، لان عامه بيبقى فيه اي حد بيبقى فيه فكره جديده لسه مش ملم بيها ومش عارف عنها كتير، بيبقى فيه نوع من المقاومه ليها. فاللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، احنا عملنا سوفت وير بيساعد او برنامج بيساعد المزارع في اداره استخدام الطاقه الشمسيه بحيث انها تكون اسهل من استخدام الديزل. ودلوقتي ابتدينا نتكلم مع المزارع ونروح ونعمل لهم دراسات ببلاش ونزور المزارع بتاعتهم عشان نوريهم الفوائد الاقتصاديه والفوائد اللوجستيه اللي هتعود عليهم من التحويل للطاقه الشمسيه. طيب شكرا. ردت فعل الجادجز الحكام امبارح في المسابقه كانوا قاسيين علينا جدا، يعني احنا بعد بعد الفيدباك او التعليقات اللي خدناها منهم بعد ما عملنا البيتشز او عملنا العرض بتاعنا، اعتقدنا ان احنا لا يمكن نفوز، بس الحمد لله فوزنا بالمركز الثاني امبارح. وكانوا قاسين، يعني تالي يومنا ممكن تقول لك اكتر عن التعليقات اللي خدناها. لا، كانت التعليقات منيحه عشان ساعدتنا نحسن من الطريقه اللي احنا يعني نلقي فيها البيتش، بس كانت قاسيه بنفس الوقت، بس اكشلي يعني كانت يعني مسليه، انبسطنا بالخبره هاي. ممتازه، مبروك. شكرا. ميرسي. شكرا.